في ورقة الطريق التي هي متكونة من حوالي 7 محاور، محاور أساسية كلها تنصب على خدمة المريض، وطبعا لا ننسى المستخدمين الذين يعملون في المستشفيات وفي الهياكل الصحية، والتي يتوجب أيضا أننا نحسن وضعيتهم، خاصة وعلنا على أبواب المصادقة على كثير من الإجراءات لصالحهم. ثم سنعمل في إطار هذا الباب بالذات في فتح الحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين أيضا لتحسين وضعيتهم ولتحسين أيضا الخدمة الصحية.